طيب امبارح يمكن كان في قرار طلع من الاتحاد الدولي بالغاء بطوله العالم للناشئين على ما اعتقد، وتم تاجيلها على ما اعتقد. انا ما اعرفش بقى ليه ولا تتاجل، بس المفروض الفتره اللي جايه مش هتلعب يعني. ايه اللي هنعمله احنا بقى الفتره الحاليه؟ بص انا هتعملوا ايه يعني كاتحاد؟ هقول لك الخبر ده انا عارفه من اسبوعين. من اسبوعين كويس. احنا انا عضو لجنه مسابقات الاتحاد الدولي، فكنا عاملين اجتماع فيرتشوال كده. انا ابني اصلا في المنتخب خلاص بعد 16 سنه، فلما دخلت في الاجتماع جاء قاعد جنبي، فهو اول واحد سمع خبر ان كاس العالم. شكرا. بقول لك واقع على الارض. فقال لي مش هتلعب؟ قلت له لا استنى بتاع الكلام دوت. وهم الاتحاد الدولي طلب مننا في لجنه المسابقات ان ما تعلنوش الخبر، استنوا لغايه اما نشوف. بس احنا كاتحاد دولي لجنه المسابقات قالوا احنا مش هنلعب السنه دي، صعب اقامه البطوله السنه دي، وهنحاول نعمل بطوله تنشيطيه للمهارات ما بين المنتخبات، كل منتخب يلعب في بلده وبتاع وتعمل ستريمينج تبعتها والناس تتفرج وتقييم وقصه كده، حاجه يعني تعويضيه، عايزين يعوضوا للاتحاد. لكن امبارح الخبر يعني اللي فيه امل شويه ان هم قالوا ان احنا هنبص على امكانيه اقامه البطوله السنه الجايه. تمام. اتمنى انها تتعمل السنه الجايه، لان لعيب من اللعيبه الصغيره دي ان هو يكسب بطوله افريقيا ويتاهل لكاس العالم وبعدين يفاجئ ان كاس العالم متلغى قاتله محبطه جدا. ف احنا هنشتغل عشان نشترك في البطوله التنشيطيه اللي قال عليها الاتحاد الدولي من ناحيه، من ناحيه ثانيه هنستنى اما نشوف هم هيعملوا ايه، هل هتتلعب فعلا السنه الجايه ولا لا. يا ريت، واحنا جاهزين والولاد جاهزين ان شاء الله.